اوكي شباب، احنا اخذنا بالمحاضرة السابقة شلون تتغير خواص المضخات بتغيير السرعة الدورانية والدايمتر، وايضا تعرفنا على الربط التوالي والتوازي، كذلك المالتي ستيج بامب. مو تمام شباب؟ نعم بالطبع. الان راح ناخذ مثال. هذا المثال له علاقة السلام عليكم. بخواص المضخات اللي تكلمنا عنها سابقا. عندنا خزانين، تو ريزرفوار A and B are connected with a long pipe، يعني مربوطات بأنبوب طويل، which has characteristics such that the head loss through the pipe is expressible as HL يساوي لنا 20 كيو تربيع. يعني هذه تمثل لك الكيرف مال كاركترستكس مال البامب، العفو مال البايب، اللي هو البايبنج سيستم. فالخسائر بالبايبنج سيستم او الهيد، الخسائر الهيد بالبايبنج سيستم يساوي لنا 20 في التدفق تربيع، في الكيو تربيع. الاتش ال هنا بهاي المعادلة وحداتها بالفيت، والكيو وحداتها بالمئات الجالون بير مينت، جالون بير مينت، جي بي ام هاي جالون بير مينت، وحدات بريتش هاي انجليزية. The water surface elevation in reservoir B is 35 feet. هذه يعني 35 فوت. هذا شنو؟ هذا ارتفاع الماء او سطح الماء بالخزان بي above that in A، يعني فوق مستوى الماء في الخزان A. يعني الفرق بين ارتفاعين اللي هو الدلتا زيت او يسموه ستاتيك ليفت 35 فيت. اوكي شباب، two identical pumps are available for use to pump the water from A to B. عندنا مضختين متطابقتين راح يستخدموهم حتى يضخون الماء من A إلى B. The characteristic curve of the pump when operating at 1800 RPM is given in the following table. يعني بهذا الجدول اللي قدامك خواص المضخة عند سرعة 1800 RPM. اوكي، اللي هي الهيد مع الكيو. اذا خواص السيستم بايب موجود، كيرف مالته ترسمه، وايضا خواص المضخة اللي هي الهيد ويا الكيو. اوكي شباب، هذا يرسم شباب، يرسم بورق بياني ويرسم هذا الكيرف، اضافة الى المعادلة ايضا ترسم، تعوض عن المعادلة كيو يطلع لك اتش ال وترسم من الصفر، تبدي من كيو صفر وانت صاعد اوكي الى ان يرسم الكيرف عندك مال البايبنج سيستم. ايضا المضخة، الكيرف مال المضخة ايضا الكيو تبدي من الصفر 110 180 250 300 340، ويقابلها ايضا الهيد، هذه ايضا يرسم على نفس الرسم. اوكي، بعد ان ترسمها شي يريد at the optimum point of operation. يا هي الاوبتيمم بوينت اوف اوبريشن، هي التقاطع بين هاي الكيرفين اللي هو كيرف المضخه او الكاركترستكس اوف ذا بامب اند ذا بايب لاين سيستم كاركترستكس، وخواص شبكه الانابيب من يتقاطعون. هاي النقطه هي الاوبتيمم اوبريتنج بوينت. يقول لك اد هاي النقطه ذا بامب ديليفرز 200 جالون بير مينت، يعني الكيو عند هاي النقطة هي 200 جالون بير مينت، and the head is 75 feet.
هذه ال 75 فوت هذا هو الهيد عند هذه النقطة اللي هي الاوبريتنج بوينت. Determine the following or the flow rate under the following conditions. يعني المطلوب حساب او قياس الفلو ريت عند الظروف التالية. اولا a single pump operating at 1800 rpm. يعني في حالة استخدمنا مضخة واحدة. B, two pumps in series each operating at 1800 rpm. عندما يكون عندنا مضختين مربوطات على التوالي. C, two pumps in parallel each operating at 1800 rpm. عندما يكون المضختين مربوطات على التوازي. فهاي الحالات الثلاثة المطلوب بها نوجد التدفق يعني المطلوب. عندك ايضا حالة اخرى if delta z equal minus 20 feet. في حالة الستاتيك ليفت يساوي لنا ناقص 20. اوكي. Determine the flow rate under the same above conditions. يعني ايضا يريد الفلو ريت عند الحالات الثلاثة السابقة. اوكي. عندك حالة الدلتا زد 35، عندك حالة الدلتا زد ناقص 20، وكل وحدة بها ثلاث حالات. مفهوم السؤال شباب؟ مفهوم؟ نعم دكتور. وياي؟ تعال. هسه نجي للحل. اولا راح نحسب the head of double pump in series. يعني اذا عندك مضختين مربوطات على التوالي شنو اللي راح يتغير؟ الهيد ام الكيو تدفق؟ الهيد دكتور. الهيد راح يزيد في حالة ربط أكثر من مضخة على التوالي، والكيو يبقى ثابت، تمام؟ إذا الهيد في نعم. حالة السيريز H sub S equal 2 by H، يعني نضرب 2 في الH. ليش نضرب 2 في الH؟ لأن عندنا مضختين متطابقات كل وحدة نفس الH، فتضرب 2 في الاتش يطلع الاتش الكلي للمضختين. في حالة انه عندنا مضختين مربوطات على التوالي العفو على التوازي، الكيو هو اللي راح يتغير والاتش ثابت. لهذا نستخرج الكيو بالنسبة للبارالل كيس، ايضا كيو سب بي، البي هي البارالل، equal 2 by multiplied by كيو. يعني ايضا 2 لانه عندنا مضختين. اوكي. مضروبات او مربوطات على التوالي ونضربها الاثنين في الكيو، الكيو اللي هي لكل مضخة. الان الهيد للبايبنج سيستم يعني لشبكة الانابيب، الاتش سيستم ايكوال دلتا زد، هذه هي الستاتيك ليفت، بلس اتش سب ال اللي هي الهيد لوس. اوكي. اللي هي الخسائر، والخسائر يتم التعبير عنها عن طريق المعادله المعطاه اللي هي 20 في الكيو تربيع. اذا for the case of delta z equal 35 feet، هذه حاله الدلتا z 35 فوت، ال h system equal 35 plus 20 q square. وفي حاله الدلتا z equal minus 20 feet، H system equal minus 20 plus 20 Q square. طبعا. اوكي شباب. مفهومة هذه الخطوة الأخيرة؟ تمام دكتور. ما حد عنده سؤال؟ ننتقل للخطوة اللي وراها. هنا هذا الجدول اللي هو جدول الحسابات اللي نتج عن طريق هذه الحسابات اللي ذكرناها قبل قليل. هنا الاتش العمود الاول هو الهيد،
والكيو العمود الثاني، هاي بالنسبة للمضخة الواحدة، هذه هو أعطانا إياها بالسؤال. أوكي شباب، العمود الثالث هو في حالة الـ H في السيريز، الربط على التوالي، والحالة أو العمود الرابع هو الـ Q في حالة الـ Parallel. أوكي، وهنا هذه الـ Q بوحدات المئات من القلم per minute. أوكي، احنا سويناها الـ 1.1 صارت 110، ضربناها في 100 يعني حتى تصير بوحدات القلم per minute. هنا حولناها الى مئات of قلم per minute حتى ندخلها بالمعادلة لحساب الاتش سيستم، لان بالمعادلة الاتش سيستم لازم تستخدم الكيو بوحدات مئات القلم per minute. اوكي، فعند الدلتا زت ايكوال 35 الاتش سيستم هو العمود القبل الاخير، وعند الدلتا زت ايكوال ماينس 20 فيت الاتش سيستم يتمثل بالعمود الاخير. اوكي شباب، مفهومه هذه النتائج وشلون حصلنا عليها؟ مفهوم شباب وياي؟ تمام. تمام، هسه نرسم هذه الكيرفات اللي هي عندنا الـ H سيستم، العفو الـ H سيريز، هذا الـ H سيريز العمود الثالث. إذا نريد نرسم الـ H سيريز أوكي ويا الـ Q، أي Q راح نستخدم؟ من يقول لي هذه الـ H سيريز؟ دكتور الكيو اللي منطيها بالسؤال على اعتبار انه السيريز هي الكيو ثابته. تمام، اذا نستخدمها ويا الكيو المنطيها بالسؤال، هذول اثنيناتهم يصيرون كيرف. اوكي زين، وعندك السنجل، في حاله السنجل يا عمود ويا عمود نرسم؟ الأول والثاني دكتور. الأول والثاني، هاي في حالة السنجل. أوكي، هذا السنجل، هذه في حالة السيريز. في حالة البارالل الأول والرابع. الأول والرابع، تمام، في حالة البارالل، هاي في حالة البارالل. اوكي، الاول والرابع مهلب مو تمام؟ جاوبني. نعم دكتور. تمام، الاتش سيستم اللي هو منحني الانابيب بحالتين، يعني كيرفين، الكيرف الاول عند الدلتا زد 35، والكيرف الثاني عند الدلتا زد ناقص 20. هسه كم كيرف صار بالرسم الواحد راح يصير؟ كم كيرف؟ الو شباب تسمعوني؟ دكتور اثنين. شلون اثنين؟ هذه بالنسبة للسيستم كيرفين مو تمام؟ اللي هو شبكة الأنابيب. وبالنسبة للمضخات ايش قد؟ كم حالة عندنا؟ دكتور ثلاثة. ثلاثة، إذا يصير خمس كيرفات برسم واحد. في حالة الدلتا زد 35 هذا الرسم اللي أمامكم، خمس كيرفات. اوكي شباب، المنقط بالدائرة السوداء هذا هو السنجل بام. اوكي، سنجل بام،
والمثلث اللي بيه رموز مثلثة هذا سيريز. شوفوا انه السيريز يتغير الهيد لكن الكيو ثابتة، الكيو نفس السنجل. والنجمة المرمز بالنجمة هو البارالل، شوفوا نفس الهيد لكن الكيو هي اللي تزيد. وعندك الخط الغير منقط او الغير مرمز اللي هو البايبنج سيستم عند الدلتا زت 35، والخط المنقط اللي هو البايبنج سيستم عند الدلتا زت ماينس 20. اوكي هسه ايش راح نسوي؟ نقاطع الخط اللي هو مال بايبنج سيستم عند الدلتا زت 35 مع من؟ نقاطعه مع السنجل سنجل بام، هذا الخط الاحمر اللي نزل من نقطة التقاطع. واضح؟ هاي نقطة التقاطع. اوكي هنا هذه القيمة تمام تقريبا اكثر من 150، هذه قيمة التدفق اللي مطلوبة. اوكي شقد مقدارها؟ 156 جالون بير مينت. واضح؟ نعم دكتور. هذا الرسم يعني او هذا السؤال حل يحتاج لاوراق بيانيه حتى تحله، فانت بالامتحان حضر وياك ورق بياني. اوكي التقاطع الثاني يتقاطع نفس الكيرف مال السيستم، لان احنا بعدنا بيا حاله بالحاله ال 35، فنقاطع فقط ويا الكيرف السيستم الخط الموصل يعني مو المنقط اللي هو يمثل لي ال 35، هذا الخط يمثل 35 يتقاطع ويا من؟ ويا حاله المثلث اللي هو السيريز، قاطعه بهاي النقطه. ايضا نزلنا هذا الخط الازرق تقريبا بين ال 200 وبين ال 250، يعني 220 شوية أكثر، تطلع قيمتها 224. أوكي هذه شنو؟ في حالة مضختين على التوالي فإن التدفق يكون 224. هاي أفضل يعني نقطة التشغيل، أفضل نقطة تشغيل يشتغل بها هذا السيستم. اوكي شباب. نعم دكتور. نعم دكتور. نجي على الان تقاطع ويا البارالل، راح يتقاطع هنا ويا البارالل هاي النقطة. اوكي ننزل هذا الخط الاصفر قيمته 170 جالن بير مينت، هاي نقطة الاشتغال بالنسبة للمضختين المربوطات على التوازي. اوكي هسه في حالة الدلتا زد ماينس 20 يعني راح نشتغل وين؟ على يا خط هسه على يا كيرف؟ على المنقط. تمام على المنقط. نشوف التقاطع الخط المنقط ويا السنجل، تقاطع السنجل ايضا قيمته 212 جالن بير مينت، هذا التدفق تقاطع مع السيريز 258 جالن بير مينت، تقاطع مع البارالل 232 جالن بير مينت. اوكي هذه بالنسبه للقيم اللي مطلوبه بالسؤال. شكرا جزيلا. اكو شباب عندكم سؤال حتى على الموضوع حتى يعني نناقش هذا الموضوع؟ واحد عنده سؤال؟ إذا ماكو سؤال أنا أسألك.